بس حطي شفايفك على الفنجان بصير احلى من القطر. صرنا زمان ما عدنا لوحدنا. ما مظبوط ايام الخطبه. مظبوط حلوه ايام الخطبه ما كثير. طيب شو رايك نجي نتذكرها؟ كيف بقى؟ يعني نتذكر شو كنا نحكي، شلون كنا نقعد لما كانت تضرب اطراف اصابعنا ببعضها. ما بيمشي الحال جميل. اوكي جربي انت، تعي لقلي ممكن نقعد هيك. مظبوط اتقل لك الخنصر غدر. ما بيمشي الحال. ليه؟ ما بيمشي الحال جميل. ايام زمان غير ايام هلا، نحن صرنا مسؤولين عن بيت وصار عندنا مسؤوليات. معك حق. اهل الامثال ما خلوا شيء ما قالوه. شو قالوا؟ قالوا لو محبة الخطبة بتدوم كانت القيامة بتقوم. اي جميل، شو قصدك؟ يعني انه انا ما بحبها؟ تقبرني، انا بحبك واكثر من اول بس بشكل ثاني. اهلين مدام، اذا بتحبي تعدي معنا اهلا وسهلا. ما في حاكم ما في محلات بالمره. اهلا وسهلا تفضلي. اهلين اهلين. شكرا. تفضلي. اهلين مدام، اهلا وسهلا. اهلا فيك. هناء زوجتي. اهلا وسهلا. انا اسمي جميل. تشرفنا. اسم على مسمى، انا جميل بطير العالم. اهلا وسهلا. تشرفنا. انا جميل وبحب الجمال. الله يبعت لك مثل ما بتحب. مرسي مدام، هذا من ذوقك. عفوا ما تعرفنا. حسناء. يا سلام حسناء، اسم على مسمى، كلك حسن وذوق. شو هالحسن هذا وشو هالذوق وشو هالقلب؟ ارجوك. عفوا معك حق، هن دائما الحلوين حساسين بيبقوا شوي. تفضلي لهوي. تفضل. استنى فنجاني. لا هو هي عفوا، يعني انت ما بتشربي قهوه مره بعرف، لانه الحلو ما بيشرب الا حلو. بس حطي شفايفك على الفنجان بصير احلى من القطر. شفتي موقعها؟ ما قصرت فيك جميل، وحده لا بتعرفها ولا بتعرفها. ليش بقى الحكي ما مطعمي؟ قومي على البيت، قومي. جميل ليشك عم تسوم؟ يا بتسوم ليه يا ما بنسيل؟ ماني مستغنية عن روحي انا. يعني مو سالي غير عن حالك وبس، حياتي ما بتهمك. ما ما قالت هيك. شبك انت خايفة علي وعليك، مشان هيك عم قلك بطي. رد علي لشوف حتبطئ ولا لا. بطي؟ ايه راح بطي. منيحة؟ يا احسن. ما بقدر اسوق هيك. ايه شوي شوي جميل، شبك انت؟ لا حول الله. بعد هو بدي بعد ولا انت بدك تنتبه؟ شبك انت؟ جميل الى اخر جا. وحدة لا بتعرفه ولا بتعرفك، لشو بقى كل هالمجاملات وهالغزال؟ ما بقدر انه، أنا ما بقدر أشوف وحدة حلوة بدون ما أعبر لها عن إعجابي بجمالها. إيه فهمنا، حكيت لك كلمتين والمخلوقة بلعتهم، لشو كل هالقد؟ يعني عديم وقع بسلة التين. لك مو على الأساس إنه أنت بتحبي الرجال الجنتلمان اللي لسانه حلو وحكياته حلوين وله 11 شطلة بحركه، مو هدول الرجال اللي على الأساس تحبيهم. إيه صحيح. بس مو هيك من الباب للطاقة، أي وحدة بتشوفها بتنزل فيها مجاملة. صحيح في نسوان بتحب تتجامل مثل رفيتي سناء، كل ما جاملتها كل ما انبسطت أكثر، بس في نسوان مثل حسنة اللي لطشتك كف ما بتحب. فلازم تدير بالك جميل، لازم تعرف مين عم تجامل قبلها، قبل ما تطالع الدرة اللي أنت دافنها. وبعدين ما هيك، لك أنا مالي مقهور من الكف، مقهور من هلا اللي ما فرقت معه إني عم جامل حسنة ولا غيرها. بسيطة. ماشي. أنا بفرجيكي، أنا بدي أفجره للصمام. إيه أنا
ليك عم طلعي فيي؟ شو عم تعمل؟ عم بقرا قوس الارنب، خاف الارنب. كنت قريبا منه العب، ابيض ابيض مثل النور يركض في البستان يدوري. ما خانقني. سبعة صفر 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 قولي واحد الحقوني. انا 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 الحقوني رح اموت. حطي على القناة الثانية. تكرم عينك. ها عالم الحيوان. طيب. ايه حاضر. الحقوني انا انا. سامع جميل؟ شو في؟ هذا صوت المحمود عم تستغيث. تغيث. ها؟ قومي لنشوف شو في. محمود؟ يا محمود؟ انا. جميل كسر الباب. تعي لهو. شبكي رح موت انجلطت انا. لا رح تشرب عني. وزينة شو؟ جميل اطلب الاسعاف على السريع. اوام اوام جميل اوام اطلب لي الاسعاف. مو الان مفصول ماليا. هلكني حمزة. لا 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 جميل بتكون ماتي؟ لك لا مو محمود عيونا. شفتي بس شو كنا عم يعملوا لجميل؟ عم يسعفوها. كيف عم يسعفوها؟ لك ولعيني لعلفي. لا ما وصلت عفاك. شلون؟ طمنا حكيم لوين اخذينا؟ على غرفة العناية مشددة. عيناي تفضل تفضل فوتوا فوتوا فوتوا. طالع خليكم برا. ليش بتعملوا لنا؟ امنني عنيفة دكتور. جميل بتكون ماتي؟ لا لا شو محمود؟ ايه بالعمليه. تفضلي تفضلي سطحي هو. يا سلام هلا هذا هو تختي؟ ايه هذا تختي. عن اذنكم هلا شو بدك من خشبي؟ امي من تحت ظهري ما بتنطرق انا الا على الخشام. ايه على راحتك على راحتك. شلعي هيك بدك. ايه هيك بدي. شو علي انا اللي بشلع؟ جيبي جيبي توب نضيف انت ركبي لها سيرو. شو اسمك حكيم؟ انا الدكتور شفيق محسن. شفيق محسن محسن محسن. شو شاعري ماما ماما مو ماما. هاتي هلا بدي اياه جيبوا لي اياه من تحت تعطي الارض. هلا بدي اياه جيبوا لي اياه. جيبوا جيبوا. طمنا دكتور. والله ما بخبي عليكم حالتها خطره مع احتشاء امامي سفلي. امامي سفلي خلص بقى كلي. اما حالتها هلا بدات تستقر. شو بيصير معها خلال 24 ساعة القادمة؟ الله بيعلم. ايه شكرا كثير دكتور عزبناك معنا لتوخي. لا تواخذ. اه على فكرة شو قصة هي درفة الخزانة اللي متمسكت لي فيها وما عم ترضى تتركها؟ ما بعرف دكتور هي ما رضيت نأسفها غير لما حطينا لها الدرفة على بطنها. بعيدا عنك. ومين هذا الشخص اللي على طول عم تسأل عنه؟ وينه؟ هاتوا لي اياه، جيبوا لي اياه. هذا يمكن ابنه. أنا برأيي تتصلوا فيه وتخلوه يجي فورا، يمكن إذا شافته ترتاح وتشفى بسرعة أكثر. على إذنكم. إذنك معك. جميل شلون نجيب ابنها من الخليج؟ بسيطة بنتصل فيه. معك رقم؟ لا هلا بس تصحى بنسألها شو رقمه. جميل ما؟ لا شو ما؟ مرحبا يا أخ. عيونا ابن عمي. ماما هلا بدي ليش لا بدي اياها؟ ما بدي اجي. ما بدك تشرب قهوه؟ ما بصير هيك ثاني مره بعد عمليه. محمود كيفها؟ مين هي دخلت هلا؟ ايوه اي بدون الله يعافيها. حضرتك اللي مشرفه عليها جوا؟ ايه انا. يعني هيك كلهم حلوين مثلك جوا بالعنايه المشدده. لو بعرف انه في هيك ملاك ركيك
رقيق وشاعري ولطيف، كنت حطيت جلطة بقلبي وفت لعنكم لجوا. لا تحاول مخطوبة. وانا متجوز. تعال هون جميل. هلا انت ما كنت تتوم؟ بركي كان طبعا عم تطبع حسنة ومثل هذيك ما لطشتك كف، هي تلطشك بالقنينة اللي معها، عاد بتفوت لعند غرفة ام محمود وبداويك الملاك الرقي. حلوة. ايمتى بدنا نضل قاعدين هون نحنا؟ حرام مشان ام محمود قطي مالها غيرنا جميل. طب نحن شو بنساوي لها؟ هي الدكاترة عم يضربوها قبل ويشتغلوا فيها، نحن شو بنساوي لها؟ حرام بركي اعتازت لها شي شغلة. شو بدها تعتاز؟ أنا ما عاد سمعت صوت أم محمود. شو؟ بتكون ماتت؟ لا شو ماتت؟ أم محمود؟ إيه عيونها. شفتي إنه ما فيها شيء. ما فيها شيء. ما طبقت معه. ظاهر صعبة. منين بتجيب لها ابنها؟ ما هو بخور سكان. جيبوني إياها. سمعت جميل روح جيب لها إياها، الدكتور من أول ما فاتت على المستشفى قال إذا جبت ابنها بسرعة بطي بسرعة، يلا جميل روح جيب لها إياها. دوروا عليها وجيبوا لي اياها. طيب بدك تجيبها؟ انت محبش عليها بخور سكان، انا وانت محبش عليها. يا لسه خلي جميل وتدور عليها، حرام عليك، سال عن بعض رفقاته. عم جيبها تبكي على حوالي. طيب ما بدي اعرف مين هن عن واحد رفقاته. ما دخلني. انت فتحته، انت اللي فتحته فوتو لانا بقتله. هلا روح انت وياها لا تتخانقوا، الله يعطيكم العافيه، انا بضل عندها، بس لا تنسوا تخبروا ابو تحسين يجي ياخذني بعد ساعتين. ها يكتر خيرك، يلا نمشي. عم تحسين اذا صار لي شيء لام محمود او مادب خبريني. لا ان شاء الله ما بيصير شيء، روحوا انتوا الله معكم. رايحين لك يلا بدينار. خبريني انت. دينار الله معكم. جيبوني يا روي روي، هلا بجيب لك اياها حبيبتي. حبيبتو خلي عينك عليها. وينك يا صبية؟ ضايقلك شوي بس لا تزعطي. شو بدي؟ الله يرضى عليكي، خليني فوت شوفها شوي. ممنوع. بس خمس دقايق فوت بتطمن عليها وبطلع. ولا خمس ثواني، ممنوع يعني ممنوع. كمان هون في خيار وفقوس. شوفي انا ما دخلني، هاي الدكتور عندك، اسألي يا بخليكي تفوتي يا اما لا. وينو هذا الدكتور؟ ليك هونيك. شكرا. عفوا. شو بدي اقلك؟ الرجال هذا قريبه اللي كان واقف هون وينه؟ جميل كثير. راح مع مرته. ليش متجوز؟ ما شفتي مرته كانت واقفة معه؟ عجيب، كيف كان عم بيغازلني قدامها؟ شو قلتي؟ لا ما في شيء، عم بقول ما عرفت انه مرته، عن اذنك. شو هالخطوط اللي عم تطلع على المونيتور؟ هذا تخطيط القلب. حلو. تخطيط القلب؟ لا، وشي. قصدي مو حلو. والله شو؟ لا يعني ما بينقال عنه حلو، بس بينقال عنه مثل القمر بليلة تمامه، مثل البدر. آية من آيات الحسن والجمال لا فضة فوقي. ايها هيك العالم بتحكي. معك حق جميل تحكي هيك عن الأنسة، فعلا مبين عليها حلوة ولطيفة. شو اسمك يا حلوة؟ لا تقولي لا تقولي، أنا بحزير. ما حتقدر. وإذا حزرت شو بتعطيني؟ شو بدك؟ بوسة. لا شو تعطيني هنو؟ مثل ما بيطلب أي واحد من واحدة بيعجب فيها. يعني مزبوط، بس بكير لسه ما تعرفنا على بعضنا منيح. بس أنا حاسة إني بعرفك من زمان. وأنا كمان. حزير شو اسمي؟ اسمك قمر. لا فجر. كمان لا شمس. ما حذرت. زهرة. كمان ما حذر. فاتنة. حلوة. لا ياسمين. كمان لا فلة. ما حذر. زنبقة. كمان ما حذر. حلا. حلا اسمك حلا. ايه مو معقول، ما بصير لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديته. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك. معك حق، بس واحد ما بايده يسمي حاله. لك شكا ازبلها للمخلوق، ازبلها خليها تعرف تشتغل بجهاز بلاش يقطش القلب شيتي قلبي.